السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يمسيكم بالخير قبل اربع ايام وخمس ايام قبلت لي واحد من الوداعين من الدواسر الدواسر ان علاقة معهم خاصه ابي الله يرحمه ما عنده اخوان الوالد ما عنده اخوان عنده اخت وحده هم يحصى الله يغفر لها وعنده شكره من الدواسر عند المهنخص ويوم قبلني قال يا ابو حمدان في جديد قلت عندي بيت دائما اردده اللي يبي ولده يجي مثل السلطان لا ياخذ الا شيخه دوسريه وقاموا علي الطحالب والذباب سب عشان يذكر سلطان بن سحيم القصيده هذه لها قصه هذه من عشرين سنه الشيخ سلطان بن سحيم كان مسوي حفل زواج كبير وعزمت الحفل هذا عن طريق الشيخ عاد القرني وانا في لندن ولما حضرت تكنسل الزواج والحفل باقي مثل ما هو لكن الزواج تكنسل يعني اللي هو كان بياخذها تكنسل زواجها معها اتصل علي الشيخ جوعان وقال يعني كان له وجهه نظر اني ما حضر الحفل هذا كلام انا اقوله وبسكر جوالي الان وبقابل الله اليوم ولا بعد سنه انا مسؤول عنه هم الله جل جلاله وكلام عادي ما يحتاج اني استشهد بالله عليه علي عشان اقولها لكم لكن يعلم الله ان اللي صار كلم الشيخ جوعان وقال فلان وفلان مو بحاضرين شعره معروفين حد من قطر حد من برا وانت ما تحضر قلت فلان وفلان يمثلون انفسهم يتقبلون الاوامر وانا امثل نفسي واعطيت الشيخ سلطان كلمه ولا بد اني احضر واعتذرت من ابو حمد وسكر التليفون كلمت الرجال قلت شو الموضوع؟ قال ما في موضوع بطاقات الحفل الجاي مكتوب فيها من الدوسري حاف وهي بنت شيخ وماخذها الشيخ صل... سحين بن حمد اطيب الشيخ قطر كلهم على الحام هو الشيخ سلطان كنسل الزواج وخلى الحفل مثل ما هو. قلت هذا سبب اضافي لحضوري له. النبي عليه الصلاه والسلام يقول امك ثم امك ثم امك ثم ابيك. وهذه طناخت منه حضرت قلت القصيده هذه. الانبياء من غيره داود ذو الكفل واخرهم اللي مرسل الخير الامه الانبياء من غير داود ذو الكفل واخرهم اللي مرسل الخير الامه يا ايها الرفلة ترى عالم الرفل راع المعم يضيع وسطه معمه وسحيمه شيخ عاد قدرها ولو افل نجمه مع اهل الكايده والمطمه لا تزعلون في مدح سلطانه والحفل في اوله تصبروا لا تمتح سلطانه يسواكم من الكهل للطفل ومن الطفل للكهل تسواكم امه